من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي. إلى 19 هل هناك معلومات إضافية؟ هل توضح مصير الذين كانوا على متن هذا القارب؟ نعم مساء الخير مجددا. طبعا نحتاج الأمر إلى أن نتحدث عبر قناة الحدث كي يتدخل سلاح الجو التابع للنظام ومروحيات النظام من أجل البحث عن ناجين إن كان هناك ناجين. بحسب المعطيات وحسب الأرقام من الذين نجوا من هذا المركب بأن العدد كان على هذا المركب ما بين 120 إلى 150. ولو قلنا بأن هناك 120 أي أن لا يزال العشرات من هؤلاء الذين كانوا على المركب مصيرهم مجهول. هل سيكون مصيرهم الإنقاذ بعد أن تدخلت مروحيات ليلا أو سيكون مصيرهم مثل 36 الذين فارقوا الحياة مع الأسف؟ فالمعلومات بأنهم خرجوا من قرب يعني من شمال لبنان من المنيا على حسب المعلومات باتجاه إيطاليا، بعضهم قال باتجاه قبرص، دفعوا ما بين 2500 إلى 3000 دولار، انقلب بهم المركب وكان مصيرهم مثل ما شاهدنا. البحث عن هل علمت أسباب انقلاب المركب؟ يعني المركب السابق الذي أيضا انطلق من طرابلس في شمال لبنان قيل بأن المحرك تعطل، هذا المركب ما الذي حصل به؟ يا سيدتي المحرك تعطل إذا كان المركب يتسع بين 20 إلى 30 شخص، كيف لهذا المركب أن يحمل على متنه أكثر من 120 شخص؟ كم سعته أصلا؟ أي أحد مجرمية أحد تجار البشر الذين يعملون على هذا الأمر، هل من المعقول أن يقوم بإرسال هذا الرقم الكبير؟ ليست الحادثة الأولى، هناك عشرات الحوادث المماثلة لهذا الأمر. يكون المركب هل هناك معلومات عن سعة هذا المركب سيزر؟ نعم يعني المركب هذا والمركب الذي وصل إلى قبرص قبل يومين أو ثلاثة أيام كان سعته في أقصى حالاتها 30 شخص وكان يحمل بأكثر من 150 شخص. هؤلاء تجار البشر يقومون بهذه العملية يريدون الحصول على أكبر يعني قدر ممكن من الأموال مقابل إرسال هؤلاء الباحثين عن الأمان إلى المجهول. على الذين كانوا على هذا المركب من اللبنانيين من السوريين ومن الفلسطينيين الذين يعني يقيمون في لبنان وجميعهم يعني خرجوا في إطار الوصول إلى مكان آمن إلى مكان إلى حياة أفضل، ولكن شاهدنا هي حياتهم وما هو الذي وصلوا إليه. طيب هل لا يزال تزال السلطات السورية يعني حتى الآن مستمرة عن عملية أو مستمرة بعملية البحث؟ طائرات المروحية تدخلت، ولكن دعينا نسأل أين الروس؟ لماذا لم يتدخل الروس ولديهم إمكانيات هائلة من أجل البحث عن ناجين؟ لديهم أكبر قاعدة بحرية، لماذا لم يتحرك الروس للمساعدة في عملية البحث عن الذين كانوا على مركب الموت الذي خرج من طرابلس؟ شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة أو كنت معنا عبر الهاتف من كوفنتري في بريطانيا، شكرا لك.